أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع، فهو نافلة يكتب أجره لصاحبه. لكنهم اختلفوا في العمرة، هل تجب كوجوب الحج أو لا تجب؟ على قولين شهيرين لأهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنها مثل ومثل الحج، ويحتج بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا إن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، وقد عطف الله عز وجل العمرة على الحج. وبعض أهل العلم من الأكابر الأجلاء يرى أن الأدلة القائلة بأن العمرة واجبة لا تنهض إلى أن تكون دليلا قويا، لكن بلا ريب أن المسلمين ولله الحمد كلهم حريص على أن يعتمر كما يحج إلى البيت. الله عز وجل لما ذكر بيته العتيق قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكل من استطاع سبيلا إلى البيت بزاد وراحلة وغيرهما مما يدخل في كلمة الاستطاعة وجب عليه الحج وأصبح لزاما. والاستجابة هنا يعني الإجابة إلى الحج لا بد أن تكون على الفور. وكان شيخنا الأمير الشنقيطي رحمه الله يقول إن الأليق بحق خالق السماوات والأرض أن تكون إجابة المؤمن للحج على الفور، بمعنى أنه إذا قدر واستطاع فلا ينبغي له أن يؤخر، لا ينبغي له أن يؤجل، لا ينبغي أن يجعله لا أن يسوف فيه، وإنما يحج على الفور لا على التراخي. وهذا قول علمي رصين متين جيد، وكل من عرف عظمة الله عرف عظمة الوفادة على بيته. وإنني لأرجو الله لكل مؤمن أحسن الوفادة على بيت الله، أن يحسن الله عز وجل وفادته عليه، أي أن يرزقه الله عز وجل خاتمة حسنة. وأحسب أن هناك تلازما بين هذين الأمرين، والعلم عند الله.